كلنا نفسنا نثبت على الطاعة بعد رمضان زي ما قلت كده في أول حلقة، بس إزاي يا ترى؟ وهل في حاجات ممكن تساعد الواحد على الطاعة بعد رمضان؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ الله أحمد. يخليك، الحمد لله. كل سنة طيبة كل سنة وأنت وربنا طيب. يحفظك، والسادة المشاهدين كلهم كل سنة وهم طيبين، ربنا يسترك ويسترنا جميعا يا رب، يا رب ويحفظنا ويحفظ بلادنا يا رب وبلاد العالم كله يا رب العالمين يا رب. يا واحنا رب. طبعا معكم مشاهدين على الهواء مباشرة، وكده أول رجوع لينا إن شاء الله إطلالة. بعد رمضان، وهنكون معاكم يوميا على الهواء مباشرة من السبت للخميس الساعة 2 العصر على قناة تن بتوقيت القاهرة. شيخ أحمد كل سنة وأنت طيب. كل سنة طيب. عملت ايه في العيد بقى يعني؟ قعدنا وأكلنا أكل ونوم. والله يعني سبحان الله، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني كتير من الناس مش عارفه اللي دي اصلا، يعني كنا احنا في محنه، لكن كل محنه بنطلع منها منحه، يعني سبحان الله في منحه كده، وكل نقمه وفيها هبه وعطيه من الله عز وجل، واحنا المفروض نستغل بقى الكلام ده. لسه كنت بقرا امبارح من ضمن القراءات، عامل منهج كده للقراءه اقراها في، يعني لازم اخلص منهجيه معينه في القراءه، فكنت اقرا في حاجه فوصلت عند قول النبي عليه الصلاه والسلام لوصيه سيدنا النبي العقبه، قال امسك عليك هذا وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فوقفت بقى على ولا يسعك بيتك. يعني ايه ولا يسعك بيتك؟ اللي انا اقعد في بيتي وخلاص، وخاصه في زمن الوباء اللي احنا نقعد في البيت قاعدين ما بنعملش اي حاجه خالص، ولا الهدف وليسعك بيتك اللي هو امر للمخاطب اللي انت لابد ان تستغل الجلوس في البيت بما يفيد، بما هو طاعه لله عز وجل، لان العمر بيجري وانت في الوقت ده لازم تستغل. يعني انا حد كان بيكلمني فبيقول لي انا سبحان الله قاعد في بيتي من يوم 15/3 كتبت 4 كتب، وبيقول لي انا في الكتاب رقم 5 اللي هو بيألف، يعني ما شاء الله. فبيقول لي ما شاء الله نعمه كبيره جدا من ربنا عليا. يعني فكذلك الامر احنا بقى لازم يكون لنا منهجيه في التعرف على الزوجه بقى من جديد، نبدا نتعرف عليها من جديد، نتعرف على الاولاد. احنا اصلا للاسف كانت الدنيا شغلانه، فاحنا في طاعه، احنا في نعمه كبيره جدا، بس محدش يقول انا زهقان. لا ما تزهقش، يعني هو مش زهق ولا حاجه، العمر ده ربك الكريم مديك فرصه اللي انت تبدا تتعرف على اهل بيتك مره تانية. ابدا بقى يكون زود ثقافتك، يعني شوف. وبعدين طب انا ما فيش كتاب، النت موجود، نزل الكتب موجوده ما شاء الله PDF، ابدا اقرا. خلي عندك ثقافه واسعه جدا، هو ده المراد. وليسعك ايه؟ وليسعك بيتك، اللي انت تستفيد بالوقت ده في طاعه الله تبارك وتعالى. واحنا بقى كنا في رمضان، ورمضان كله كانت طاعه، صيام وقيام و، لكن ما ينفعش اللي احنا نخرج من رمضان واحنا اتعودنا على الطاعه وبعدين نبدا ايه؟ نرجع بقى. لا ما ينفعش. وزي كنت قلت في المقدمه ان النبي عليه الصلاه والسلام احب الاعمال الى الله عز وجل ادومه وان قل. وزيك سيدنا الامام ابن حجر العسقلاني كان له كلام مهم في المساله دي، بيقول ينبغي للانسان اللي هو الا يستحقر من عمل الخير ولو كان قليلا. ما ينفعش ان هو يبدا يقول لك ده عمل خير قليل، لا ما تستحقرش، هات عمل الخير ده اقدم عليه، ولابد ان انت تجتنب الشر حتى ولو كان يعني في نظرك انت بسيط. يعني بعض الناس لسه حتى في الـ الاوقات اللي احنا عايشينها فيه، فيقول لك الكمام الماسك اللي احنا بنلبسه ده يا عم ما فيش حاجه، يعني هو هيجي عليا انا. قعدنا نقول الكلام ده من 2 3 شهور يا عم خلاص، فبدات الدايره عماله تضيق، فنلاقي جارنا اصيب وده مش عارف ايه اصيب. فبقول لك خلي بالك، لابد الخير لو كان بسيط روح له، والشر ولو كان بسيط لابد ان تجتنبه. ليه؟ لانك انت مش عارف ايه هي الحسنه التي يتقبل الله عز وجل منك، وممكن سيئه واحده تحبط كل عملك. فده معنى كلام سيدنا الامام ابن حجر العسقلاني، فلازم اللي احنا نلتزم الطاعه ويبقى أدومه وإن قل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عمل النبي كان ديما وكان ثابتا عليه الصلاة والسلام. فالنبي إذا عمل عملا أثبته، اللي هو ما ينفعش اللي هو بقى في يبدأ يتناقص. أدام أنت شعرت أصلا بحلاوة الطاعة، بحلاوة الإيمان، بحلاوة القرب والمناجاة لله سبحانه تبارك وتعالى، عيب قوي، عيب قوي اللي أنت تبقى عبد سوء. ربك الكريم يكرمك بالطاعة ويمن عليك بالنعم، ثم بعد رمضان تبدأ تعصي الله عز وجل الذي أكرمك والذي من عليك بنعمه الكثيرة. طيب معانا أول تليفون في حلقتنا النهاردة، أستاذ أحمد أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. كل سنة طيب يا أستاذة دعاء. وحضرتك طيب.
ومنوره وشيخ احمد منور، بس بنور بالثوب الابيض. الله يبارك فيك، الله يعزك، ربنا يبارك فيك. الثوب المغربي يعني. طيب يا شيخ احمد. الله يبارك فيك، ربنا يبارك فيك يا رب. يا شيخ احمد انا سمعت ان في صلاه الحاجه نسيت، كانت بصرها راح ودعت ربنا فرجع، الكلام ده حقيقه؟ صلاه الحاجه؟ صلاه الحاجه في قصه اراهن واحده بصرها راح السلف يعني. وصلت صلاه الحاجه بصرها رجع لها تاني. ايوه تمام. حاضر حاضر. طيب في المواعيد بتاعتكم امتى يا استاذه دعاء؟ نعم؟ مواعيدك في القناه امتى بقى بعد رمضان؟ المواعيد بقى ان احنا كل يوم ان شاء الله معاكم على الهوا من السبت للخميس الساعه 2 العصر. ورسالة طيبة يا غالية وربنا يسترها معاك. يا رب، ربنا يكرمك. شكرا على الدعاء الحلو. ربنا يصلح حالك يا بنتي. الله يكرمك، ربنا يخليك، متشكرة قوي. لا شك ان احنا عندنا حاجه اسمها صلاه الحاجه، هي ركعتين، والركعتين يبدا يتوجه الانسان يصلي لله عز وجل ويسال ربه تبارك وتعالى ايه حاجته. هذه وارده في سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. لكن الانسان لازم نعرف كده، مهم جدا يعني، ربك الكريم لما قال يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين، فهنا الاستعانه دايما تكون بالصلاه. يعني ايه استعانه بالصلاه؟ اللي هو إذا يعني حزبك أمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، وكان الصالحون لما يكون في أمر يشتد عليهم كده، في هم في غم في أي حاجة، يقوموا إلى إيه؟ يقوموا الصلاة. إلى الصلاة، ويبدأ يعني يستغيثوا بالله رب العالمين وهم في الصلاة. وذلك القرآن قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر وإيه؟ والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لأن كتير من الناس ممكن يصيبهم لم ممكن تلاقي واقف في الساعة والساعتين والثلاثة، طب ادخل صلي ركعتين لله، طب صلي صلاة حاجة كده يمكن ربنا يكرمك. فأحيانا بتبقى إيه تقيلة كده على قلبه. ولذلك القرآن قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نرجع بقى لرمضان نشوف إيه اللي بعد رمضان. معنا بس تليفونين. معنا تليفون. أستاذ أحمد أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. لو سمحت بس فتوى كده في ساعه غضب يا فندم، غضب شديد جدا، غضب يعني انا من نفسي لدرجه الاغلاق او اكثر من الاغلاق. ده طلاق يعني؟ طلاق. حلفت اكثر من يمين متفرقين لمده يعني مثلا من 3 سنين واحد، ومن سنتين واحد، ومن سنه كمان واحد، ودلوقتي الرابع. كل شويه تحلف بالطلاق؟ بالظبط يا فندم. ينفع كده طيب؟ معلش لدرجة الإغلاق. انت حضرتك ما شاء الله، انت حضرتك دارس؟ لا هو نعم؟ ظهر من كتر ما طلق فسأل الشيوخ. حضرتك دارس؟ لا وسألت الشيوخ ورحت دار الإفتاء وكده، قالوا لي ما عليكش اي حاجه، بس انا بالصدفه دلوقتي فتحت بشوف حضرتك حبيت اطمن اكتر يعني. ربنا يبارك فيك، ربنا يعزك. شوف بقى الشيخ احمد هيسأل حضرتك كده. طبعا احنا عندنا في قضيه الطلاق، هو اللي انا بساله هو دارس، لان قال حاجتين اتنين ما يعرفهمش الا الدارس. الحاجه الاولى اللي هو بيقول غضب شديد جدا جدا، وبعدين راح قال بقى بيؤكد الكلام ده، فقال في حاله الاغلاق. يبقى هو فاهم، هو فاهم هو بيعمل ايه، فممكن يكون من خلال المناقشه فعلا مع المشايخ يعني. المناقشه مع في دار المشايخ الافتاء. ما هو عشان كذا مره. ولذلك سيدنا النبي قال لا طلاق الا في اغلاق. انا هقول حاجه من باب العلم مش من باب الفتوى. يعني انا هوضحها له دلوقتي. انا عندي في الطلاق الغضب ده، الغضب 3 انواع. غضب خفيف يقع الطلاق فيه، وغضب متوسط خلاف بين العلماء، منهم من قال يقع منهم من قال لا يقع، وغضب اللي هو شديد جدا اللي احنا بنسميه الاغلاق اللي هو اغلق على عقله فلا يدري ما يقول، وهذا لا يقع فيه الايه لا يقع الطلاق. ولذلك سيدنا النبي قال لا طلاق الا في اغلاق. يبقى انا عندي 3 انواع من انواع الايه الغضب. انا بقى اعرف هو الغضب ده شديد مش شديد، دي تحتاج الى استقصاء وبحث وتحقيق. وهو قال انا رحت لدار الافتاء المصريه، ودار الافتاء قالت لا يقع الطلاق. يبقى احنا هنلتزم بما، لان هم سالوه وادام قال اغلاق يبقى هم قالوا له هو اللي قال الكلام ده، لان في الاخر انا اللي بسمع كلام الزوج. وادام بيقول لا انا في كنت في يعني غايب عن الوعي مش قادر، كلمه طلعت زي الطلقه كده مش فاهم انا قلت ايه، وبعدين قلت ايه اللي انا قلته ده، فده بيبقى اسمه غضب شديد، غضب اللي هو في اللي هو يقول لك اغلاق زي ما هو قال كده. فالغضب اللي هو من النوع الثالث ده لا يقع فيه الطلاق. فهو بيقول رحت لدار الافتاء، فادام راح لدار الافتاء يبقى يلتزم ويمتثل كلام دار الافتاء المصريه.
طيب واحنا بس عايزين نقول انه يعني الطلاق مش حاجه سهله ولا حاجه بسيطه، ده خراب للبيوت. هو بقى غير ان هو خراب للبيوت، هو الاشكاليه الطلاق لا شك انه مشروع، بس عشان نعرف بس هو لا شك انه مشروع طب. بس اخر الدواء الكيل، اخر الدواء اللي انا اصل للمرحله دي، لاني انا لما تزوجت على كتاب الله وعلى سنه رسول الله، لا شك ان البيوت هيحصل فيها مشاكل طب. لا شك ان اصواتنا هتعلى. وعلى فكره احنا يا جماعه يعني الصحابه ده النبي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام نفسه كان في بيحصل فيه مشاكل ما بينه وبين زوجاته، يعني تشوفي مثلا ان كان في مشكله ما بينه وبين السيده عائشه رضي الله عنها، ودخل سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وبعدين بدا سيدنا ابو بكر هيضرب مين؟ السيده عائشه رضي الله عنها. فالنبي عليه الصلاه والسلام وقف وقال له لا، مش يعني انت مش للدرجه دي اللي انت جاي تضربها يعني. وبعدين بعد ما ماشي سيدنا ابو بكر بيكلم النبي سيدنا السيده عائشه بيقول لها شفتي بقى لما منعتك عنه ازاي، مع ان ابوها ده ابوها. لا في مشاكل يعني، في مشاكل. والسيده حفصه رضي الله عنها لما سيدنا عمر قاعد مع مراته كده فبتعلي الصوت بيقول لها انت بتعلي صوتك عليا، عمر بن الخطاب يا صحابي بتعلي صوتك عليا، فقالت له ايه يعني، ما هو زوجتي النبي يعلي الصوت عليه. قال ايه ده، او تفعل حفصه؟ يعني حفصه بتعمل الكلام ده؟ وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما القصه اللي احنا حكيناها قبل كده في رمضان أيوة. اللي هو غساله لثيابي طباخه لطعامي كذا كذا، فلا في بيحصل اللي الكلام بعض ده يعني. فاحنا نستحمل بعض. لكن اشكاليه كان سيدنا ابو الدرداء بيقول ايه، بيقول لمراته لما تلاقيني انا غضبان رضيني، ولو انا لقيتك انت غضبانه انا هرضي، والا لن نصطحب. ما هو في نفس بشريه، نفس بشريه، فانا غصب عني تعبان، قله مال، اتنرفزت، مريض، بفكر في حاجه، حصل مشكله. وهي كذلك الامر، واقف في المطبخ طول النهار فتعبانه فتنرفزت عليا، انت تعلي صوتك. تعالوا يا جماعه كده اللي احنا بكتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام نهدى خالص ونبدا نعامل بعض بالكلام ده. ما ينفعش على طول اللي احنا نصل الى حال الايه، الى حال الطلاق من اول مره كده اروح مطلق، لا ده ما ينفعش. ولذلك احنا دايما اقول كده احنا محتاجين دوره تاهيليه لاعاده الحياه او العلاقات الزوجيه مره ثانيه. لازم نعمل دوره تاهيليه كده عشان نعرف الناس اللي هو وعاشروهن بالمعروف. لازم نفهم بقى يبقى في دوره بالمعروف دي ما بين الازواج مع بعضهم البعض عشان كل واحد يعرف الحق بتاعه ايه والواجب ايه. وبعدين الحياه تبدا تستمر. ام عبد الرحمن اهلا بيكي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. بعد اذن حضرتك انا عايز اسال الشيخ، بس كانت والدتي الله يرحمها كانت تعبانه قبل ما تموت في شهر رمضان، ففطرت يوم وقالت لي يا بنتي انا هوصيك، يعني من ضمن عيالها قالت لي انا هوصيك يا بنتي لو انا مت تصومي اليوم ده مكاني، ينفع اصومه ولا اطلع فلوس مكانه؟ طلعي فلوس مكانه. طب بعد اذن حضرتك ممكن اطلع قد ايه يعني؟ طلعي في اليوم مقدار وجبه يعني مثلا 10 15 جنيه. طيب الله يرحمها حبيبتي وربنا يرحمها رحمه واسعه، وربنا يجزيكي خير يا رب. اللهم امين يا رب. ماشي، متشكره في شكر حضرتك. تحت امرك يا فندم، ربنا يبارك فيكي. طيب شيخ احمد، احنا عملنا مجهود وعملنا طاعه في رمضان، لكن ما حدش عارف اذا كان عمله اتقبل ولا لا، يا ترى ايه هي علامات قبول العمل؟ شوفي، هو علامات قبول العمل يعني قبول العمل لا يعلمه الا الله عز وجل، ده واحده. احنا بنتكلم في صحه العمل وغير صحه العمل، لكن احنا في شويه كده اجتهادات، كل ده منها اجتهادات، اللي هو ان الانسان يداوم على العمل الصالح بعد العمل الصالح، يعني في عمل يبقى بعديه عمل صالح، ومش بس كده، يبدا يستمر ويزود العمل ايه الصالح. الامر الثاني اللي هو ان الانسان يعمل كده في ثلاث حاجات كده معينه، في حاجه اسمها مراقبه الله عز وجل، يبقى دايما كده عارف ان الله مطلع عليه، كما قال سيدنا سهل لسهل قل الله يراني، الله ناظر إلي، الله مطلع علي، اللي هو يبدأ يحقق مقام الإحسان اللي كان بيحققه في رمضان. كان رمضان يبقى الإنسان جعان وعطشان ونفسه بقى يأكل ويشرب مية وبتاع، ويبقى قاعد لوحده في البيت ويفتح التلاجة كده فما يقدرش يقرب، ليه؟ لأنه عارف، يقولك أنا صايم. فهنا بيحقق مقام المراقبة، مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى هنا يحقق المعنى ده، مهم جدا جدا جدا. المعنى الثاني اللي هو يبدأ مجاهدة النفس، مجاهدة النفس اللي هو لابد أن ينتصر عليها. أنت انتصرت على نفسك في رمضان، ما ينفعش اللي تيجي بعد كده تخلي نفسك هي اللي تنتصر عليك بعد رمضان. قاوم النفس، قاوم النفس وشدها، وقول لها والله لأبلغن بك حتى يرضى ربنا تبارك وتعالى علينا. مش هتبقى النفس دي هي السبيل اللي توصلك لجهنم والعياذ بالله، لا ده أنا اللي هاخدها كده
واحط عليها لجام، عارفه اللجام ده، وابدا ازم هذه النفس حتى اصل بها الى مرضات الله تبارك وتعالى. كان احد السلف كان يقول لنفسه كده: يا مأوى كل شر، اتظني ان اصحاب محمد يسبقون الي؟ والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا انهم خلفوا وراءهم رجالا. يبقى مجاهده النفس. طب انا لو جاهدت نفسي ايه اللي هيحصل؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. الحاجه الثالثه صحبه الصالحين. انا ما ينفعش ابقى انا مصاحب كتاب ربنا ومصاحب حديث النبي عليه الصلاه والسلام والطاعه والحاله الايمانيه عاليه جدا في رمضان، واجي بعد رمضان ابدا اصاحب الشيطان. ما ينفعش ابدا على الاطلاق. ابدا تاني، خليك في المداومه على الطاعه، خليك في قراءه القران، اجعل لنفسك ورد ولو صفحه يوميا لا تنقطع ابدا عن كتاب الله تبارك وتعالى. حاول بقدر الامكان اللي انت تؤدي النوافل. احنا طبعا الفرائض دي مفروغ منها لابد، لكن طب انا لو عملت النوافل واكثرت من النوافل ايه اللي يحصل؟ وما تقرب الي عبدي بشيء من النوافل حتى احبه. انت عارف اللي انت تصلي الى درجه الحب اللسان يصل الى ان يحبه الله عز وجل بشيء إيه؟ اللي هو عمل الفرائض ثم اتم ذلك بالايه؟ بالنوافل. فانا عندي ركعتين اللي هم الرغيبه اللي هم قبل الفجر، عندي اثنين قبل الظهر، اربعه بعد الظهر او العكس، عندي اثنين بعد المغرب، عندي اثنين بعد العشاء 12 ركعه. فانا لو عملت كده ودومت عليها: من صلى لله 12 ركعه في يوم وليله بني له بهن بيت في الجنه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم. فانا ما ينفعش الا انا اضيع كل ده، والمسائل دي كلها ممكن تكون دلوقتي شقه دلوقتي، لان الشيطان خلاص بدا بقى ايه؟ ما فتحت ابواب النار دلوقتي، والشياطين خلاص بقت في كل مكان، فهتبقى المجاهدة أعظم. فأنت لازم تصبر، والله رب العالمين يقول: والذين يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى أنا عندي كل ده مهم جدا. يبقى أنا أعمل ورد لكتاب الله تبارك وتعالى، مداومة على الطاعة، زيادة في النوافل، صحبة الصالحين، مفيش مش لاقي بشر وممنوع الاختلاط دلوقتي، خليك مع كتاب ربنا، افتح كتاب من كتب السلف، اقرأ عن حال السلف رضي الله عنهم، افتح كتاب إحياء علوم الدين، افتح كتاب الرسالة القشيرية للإمام القشيري، هات كتاب حلية الأولياء، سير أعلام النبلاء للذهبي، صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي، اقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لن تمل. يعني تخيلي لو أنا قرأت في سيرة وحكيت دلوقتي موقف لسيدنا النبي الآن، وجيت بعد العصر حكيت نفس الموقف، وجيت بعد المغرب حكيت نفس الموقف، لن نمل ولن يمل السامع من سماع أصلا قصص النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن القصص دي في رسائل ربانية إيمانية متجددة، حتى لو هنسمع نفس القصة 100 مرة. فهو ده اللي احنا محتاجين، اللي احنا نرتقي، يبقى مدارج بقى الترقي في طاعة الله تبارك وتعالى، حتى نصل إلى الحال اللي هو بنقول: والله يا رب أنا هلزم الباب بتاعك ولن أفارق الباب حتى تفتح لي. اللي احنا محتاجين إن الباب ده يتفتح ويرضى عنا ربنا. معانا أم حسام، أهلا وسهلا. ألو. طيب كلمينا ان شاء الله مره تانية. معانا ام محمود، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. الله يسلمك حضرتك، كل عام وانتم بخير انت والدكتور. الله يبارك فيكي. طيب. ربنا يخليك يا فندم. لو سمحتي بس سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. دلوقتي وانا عرفت ان زوجي للاسف تزوج زواج متعه، ولما واجهته طبعا حلف انه ما فيش حاجه ويحلف على المصحف والكلام ده كله. انا مش عارف، انا قلبي حاسس ان في حاجه بس انا مش عارفه اعمله ازاي بقى بعد كده. انت عرفتي منين؟ انا عرفت منين؟ من اخواته، ما كنا عندهم. زواج يعني. عرفي ولا متعه؟ لا زواج متعه حضرتك. أيوة. هو عمره ما هيتجوز زواج عرفي كده، ده اولاده كبار. ايوه يعني اخواته قالوا ايه؟ قالوا لا انتوا ما جبتوش عيال ليلة، خلاص فلان هو اللي هيجيب بقى. فراح شخط فيهم جامد وقعد يزعق، وانت بتقول كده ليه ومش عارفه ايه. ففوجئت ان واحده منهم بعد كده جت جنبي وقعدت تتكلم يعني ان الموضوع فعلا وحقيقي وبتاع، وهو بينكر. طب معلش يا فندم، انا اسف. انا اسف، يعني ايه زواج المتعه من وجهه نظرك؟ عارفه الفرق بين زواج المتعه والزواج العرفي؟ ايوه حضرتك، زواج المتعه ان هي لمده معينه وبعد كده يرجع، انما الزواج الرسمي اللي هو الزواج متواصل ويبات وهدومه تتغسل هناك ويقعد. طب هو بيتزوج زواج متعه ليه معتقد معين؟ يعني هو بيتدين مثلا بدين معين، بمذهب معين، بمعتقد معين؟
لا حضرتك مسلم عادي وبيصلي وبيصوم زي البني ادمين العاديين، بس للاسف لان انا شكيت بعد كده ان في مراسلات وفي تليفونات وفي بتاع، واول ما يجي له التليفون بنفس الاسم البني ادم. اخواته ليه قالوا لك طيب كده؟ لا مش قالوا لي، ده هو في القعده كده بيهزروا يعني عايزين يهزروا، وبعد كده يقولوا ايه طب خلاص بقى ده هو مش هيعمل كده تاني وبتاع يعني. طب هم بيضايقوكي يعني؟ يعني بس هم اصلا هيستفادوا ايه؟ ده يقولوا لهم يدوني. طيب هو حضرتك انت بتقولي شك صح؟ مش يقين؟ لا انا يقين شك. لان انا حضرتك كان جه في مره وقال انا رايح مأمورية في الشغل وحضرت له الشنطه وبتاع، وبعد كده رجع لقيت هدومه متبهدله وفيها بلاد وفيها مش عارفه ايه يعني حاجات مش مظبوطه، واتصلنا بالشغل في الفتره دي قالوا ما فيش اي مأمورية ليه. بعد كده هو بدا معاملته تتغير معايا، كل لما اجي اكلمه لا لا معلش ويطبطب عليا مش لا مفيش حاجه مش دلوقتي، ويعني حاجات واضحه حضرتك. حاضر يا فندم حاضر. فانا عايزه اعرف اتعامل مع الشخصيه دي ازاي، وانا مش طايقه اصلا ابص له ولا اجي جنبه بصراحه، بس انا مستحرمه. حاضر يا فندم حاضر يا فندم. لان حرام يعني ما يبقى اولاده كبار ويعمل المنظر ده. ماشي حبيبة قلبي ما تعيطيش كده وما تزعليش ما تزعليش، والشيخ هيقول لك الرأي الصح. احنا عاوزين نعمل يعني حلقات عن بقى مسألة يعني الأسرة عامة يعني. شوفي حضرتك، هو لا شك ان احنا نفرق بين زواج العرفي وزواج المتعة. زواج المتعة لا يحل في ديننا على الإطلاق، زواج المتعة لا يحل في ديننا وليس في معتقدنا زواج المتعة. وزواج المتعة له قصة طويلة كده مش هنتكلم فيها، لا يجوز شرعا. الزواج العرفي له أحكامه الخاصة به والمتعلقة به، ودي تحتاج برضو إلى تفصيل. لكن هو الإشكالية دلوقتي هي كيف تتعامل، هي تتعامل مع زوج، هو في النهاية زوجها، تتعامل معه إزاي. هي ممكن تروح تقول له بكل بساطة أنا مزعل لي 1 2 3 4 5 6، واتق الله رب العالمين. وزواج المتعة ده لو تأكدت يعني إن هو زواج متعة اللي هو مؤقت ده، إن زواج المتعة ده لا يجوز أصلا في دين الله عز وجل، وإن زواج المتعة حرام شرعا، وكان أصل كان بقى مباح، أصل إحنا عندنا معتقد، أصل إحنا عندنا جماعة بيقولوا حلال مش حلال، دي قضية تانية. تاخده كده وتروح تقول طب تعالى نروح لشيخ المسجد اللي جنبينا يبدأ يفهمنا الكلام ده عشان يفهم المسائل دي، دي حاجة. الحاجة التانية إن تعاملاتك معاه، أنت بتتعاملي مع زوج له كل الحقوق وليه كل الواجبات، كذلك الامر انت ليه برضو، هو كذلك الامر لابد ان يعطيك كل الحقوق والواجبات، كل حق يقابله واجب. طب ايه الضابط اللي هيحكمني في المساله دي؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه، اللي هو وعاشروهن بالمعروف. وانا عاوز اقول لها حاجه بس، الزوجه الصالحه هي اللي بتقف مع زوجها، لان دي في الاخر هو عاوز اقول ممكن تكون مراهقه متاخره، لكن في النهايه هيرجع لها، وفي النهايه يطبطب عليه ويقول لها انا غلطت معلش انا اسف. فانتظري اللحظه اللي هيجي يقول لك انا اسف، بس حاولي معاه بالراحه وما تجيش معاه بالعنف. طب هقول لك بقى حاجه يا شيخ احمد دلوقتي. طبعا مش عاجبك الكلام انا عارف. لا انا يعني انا مش عاجبني ان هو يعمل مثلا معاها كده يعني ده طبعا ده حاجه تانية، ده حاجه تانية، ده مصيبه لوحدها. زواج المتعه مصيبه، زواج المتعه وكانه مصيبة. بيخونها يعني، واخواته بقى يقعدوا، هي خيانه لا شك ان هو خيانه، هي خيانه واخواته يقعدوا يضايقوها، يعني الموقف كله الله يكون في عونها. صحيح صحيح، وربنا يعافي كل حد. صحيح صحيح. من موقف زي ده يا رب. طيب نفسيا يعني قريت كذا مرة في الموضوع ده، طالما هو بينكر يبقى الأحسن نفسيا يعني علاج للموقف إن هي ما تقعدش تقول له أنا عرفت، أو يعني ما تكسرش الخوف بتاعه إن هو مش عايز يواجهها، دي حاجة كويسة. إن هو ما هو ممكن بكل بساطة يقول لها إذا كان عاجبك، فهو ما وصلش للقطة اللي فيها وإذا كان عاجبك دي، فالحمد لله إن هو لغاية دلوقتي إيه ما قالش كده، قال لها لا أنا ما عملتش كده. يبقى تيجي على نفسها تظبط نفسها نفسيا كده وتأهل نفسها، مش عارفة إزاي الله يكون في عونها ويديها القدرة يعني، وتقول له أنا مصدقاك لأن أنت مش معقول هتعمل حاجة زي كده، وأنا مضايق إن إخواتك يعني يهزروا هزار بايخ زي كده. أو ما تتكلمش خالص، أو ما تتكلمش، بس ما تقولوش إن أنا متأكدة وأنت لازم تقر وتعترف. لا مش لازم، خليه كده أحسن، إن هو ما قالش الحقيقة هيفضل عامل لها حساب. بصي أنا في حد مرة بيكلمني فبيقول لي أنا بتقول لي أنا زوجي متأكدة إن هو متزوج عليا،
وانا بقول له، قلت لها يعني اللي هو متزوج عليك يعني هتقولي له؟ قالت انا بقول له والله ما فيش مشكله وفي الحلال وانا راضيه، بس يقول لي يعرفني يعني. قلت له طب والله ما شاء الله انت ست يعني ذكيه وفاهمه كويس، طب قولي له. فقعدنا كده في مكالمه طويله كده، وبعدين في النهايه راحت قلت لها طيب، قالت لي شوف بقى في الاخر يعني في نهايه المكالمه انا لو عرفت ان هو متجوز والله ما اقعد على ذمته دقيقه واحده. قلت لها يا بنتي انت لسه في اول المكالمه بتقولي كده. قالت لي لا. فانا شايف ان هي تصبر تصبر تصبر، تعصر على نفسها ليمونه قوي. أيوة. وهيرجع لها وما تفتحش السيره خالص معايا بقى. أيوة. انت انا متاكده مش متاكده، ما تفتحش السيره. وفي النهايه في النهايه هو هيرجع لها، ودي أيوة الزوجه طبعا. ولذلك انا بقول الزوجه الصالحه النصحه دي هي اللي في النهايه بتقف مع الزوجه، اللي هي في الاخر هي محنه ليها هي، مش عاوز اقول عليه ان هو خلاص هو شايف نفسه، لكن هي في النهايه المحنه هي اللي هي في محنه حقيقه يعني. فهي اللي تصبر نفسها، واللي هي تدعي ربنا تبارك وتعالى انه يذهب ده عنه، وفي النهايه هيرجع لها. بس في واجبات وحقوق ما ينفعش اللي هي تنقطع عنها. كان في واحدة صاحبتي من كام سنة مرت بالموقف ده، الأول اكتئبت وانهارت، وبعد كده كانت ذكية جدا وحلت الموضوع بمنتهى الذكاء، فعلا تجاهلت الموضوع خالص، ظبطت نفسها كويس جدا، راعت ربنا فيه جدا وفي بيتها وكل حاجة كانت مقصرة فيها، رجعت فاقت كده لنفسها وظبطت كل حياتها بالتدريج. هو زي ما حضرتك بتقول إذا كانت بتبقى مراهقة متأخرة، لكن الزوج في الآخر لازم هيرجع بيلف وبيرجع لمراته الأولانية وبيرجع لبيته. الحب الا الحبيب الاول، بيرجع لمراته وبيرجع لبيته ولاولاده ولحياته. عارفه ليه؟ مهما كان المقارنه او الفرق في عارفه ليه؟ في السن ولا في الشكل بين الثانيه دي، لانه ورجع لها في الاخر وفعلا لانه بذكائها. عارفه ليه؟ لانه هو في النهايه هيشعر ان هو ماشي في حاجه حرام بالظبط، وهو مش هيقدر. اللي هو بيتقي الله هو هيجي في لحظه من اللحظات يقول ايه ده، انا ممكن اموت على وانا على حالي الحرام ده. فهو لانه عارف ان هو مش حلال، فعارف ان هو حرام، فتلاقيه دايما بيتدارى، لانه الحرام الناس بتتدارى منه، بتتدارى دايما وهي بتعمل حرام. اللي بيعمل حاجه غلط بيتدارى طبعا. بيتدارى فهو خايف، اللي هو دايما خايف، فهتلاقي الخوف ده دايما اللي جواه هاجس عنده دائما، فتلاقيه لغايه لما يقلع عن الحرام ويرجع لفين؟ يرجع للحلال مره ثانيه. وننصحها ان هي تلجا لربنا، لانه لابد احنا لأن كلنا مالناش غير ربنا في كل احنا حاجه. احنا قلنا ايه؟ في اي موقف بقى استعينوا بالصبر انا والصلاه. ربنا فانت تركزي. ايوه استعينوا بالصبر والصلاه، ان هي تحاول ان هي تصبر، مش تقول لي امتى، لا تصبر وما تشتكيش. فوض امرها لله يعني، وتكلم ربنا، انما اشكو بثي وحزني الى الله. هي ده اللي احنا نصل للحاله، وما تروحش لحد تتكلم معاه، لان لا. لو راحت لحد ممكن للاسف الشديد يعني يبوظوا حياتها. يعني يدمر الحياه تماما يعني. في ناس فعلا كده بتخرب حياه الناس للاسف للاسف. طيب شيخ احمد احنا انا كويس اللي احنا اتفقنا في الموضوع ده. ايوه انا عارف انت مش متفقه بس اتفقنا ومع بعض. انا بشكرك جدا يا شيخ احمد في نهايه فقرتنا ومع بعض. فين بقى الكعك بقى؟ ما احنا مش عيد. كحك العيد بقى بكره، اجيب لك كحك العيد ان شاء الله. واحنا مشاهدين وصلنا لفقرتنا الطبيه، وهنشوف مع بعض بقى بعد الفاصل ان شاء الله. هسيبكم مع جزء من حلقه سابقه في فقرتنا الطبية، وهنروح دلوقتي فاصل ونرجع واسيبكم مع فقرة من حلقة سابقة.